بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء كلية البحرين للمعلمين، أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالدور الريادي لكلية البحرين للمعلمين، مؤكدا أنها استلهمت منذ إنشائها أفضل التجارب العالمية في مجال أعداد المعلمين والقادة التربويين. هذه الكلية التي تشكل نقلة نوعية في تاريخ التعليم في مملكة البحرين، باعتبار أن هذه الكلية تراعي جانبين مهمين: الأول اختيار أفضل العناصر للالتحاق بمسيرة التعليم من خلال الانضمام إلى هذه الكلية، والجانب الآخر أنها دور كبير مهم في تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وهذا يرفع طاقاتهم وأيضا يسهم في الارتقاء بالمدرسة بشكل عام. هذه الكلية لديها ميزة أساسية تختلف عن باقي الكليات التي تعني بشؤون التربية والتعليم، باعتبار أنها تقوم على أساس تدريب المعلم منذ السنة الأولى. هذا المشروع هو أحد مشاريع تطوير التعليم والتدريب التي دشنها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ضمن بكورة مشاريع للارتقاء بالتنمية والعمران والتقدم والسعي نحو المعرفة في البحرين، ومن ذلك التركيز على مستويات الطلبة التي تعتمد بشكل كبير جدا على مخرجات الكليات المتخصصة في مجال إعداد المعلمين. مع إشراقة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شهدت مملكة البحرين نهضة تطويرية شاملة في شتى الميادين وفي مقدمتها الميدان التعليمي من خلال جهود ومبادرات عديدة، من أهمها تدشين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في شهر يونيو من العام 2007، والذي تمت صياغته في إطار رؤية تطويرية متكاملة تجسد تطلعات المملكة نحو الارتقاء بالموارد البشرية لكونها العصب الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة. حاليا احنا كمعلمين متخرجين من الكلية عندنا استراتيجيات متنوعة من خلال حل المشكلات، التفكير الناقد، البحث والاستقصاء، ايضا التفكير الابداعي، لدرجة ان طبقنا ووظفنا هذه المهارات في المشاريع الموجودة حاليا بالمعرض، الى جانب توظيف تكنولوجيا التعليم والتعلم اللي هي تساهم في رؤية البحرين، اللي تقريبا اليوم احنا اختباراتنا نقدمها في من ناحية التكنولوجيا. وفي إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تم تنفيذ العديد من المبادرات التي شملت مختلف المراحل التعليمية، ومن أهمها تأسيس كلية البحرين للمعلمين في العام 2008 بهدف إعداد المعلمين وتأهيلهم وفق معايير عالمية واستقطاب أفضل العناصر للعمل في مهنة التعليم، باعتبار المعلم ركيزة أساسية مهمة من ركائز التطوير وبما ينسجم مع متطلبات التنمية الحاضرة والمستقبلية. طبعا مشروعي عبارة عن التعلم بالمشاريع، طبقته مع تلميذات الصف الثالث الابتدائي. المشروع عبارة عن إحدى الاستراتيجيات اللي طلعنا منها من كلية البحرين للمعلمين. هاي الاستراتيجية تعتمد أن الطالب هو محور التعلم في الصف، يعني كل شيء هم الطالبات سووا، المعلومات يابوها، عرضوا المشروع واشتغلوا عليه في الصف. بناء على نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت ضمن مشروع التقويم الشامل لجودة التعليم في مملكة البحرين، والتي كشفت عن الحاجة إلى تطوير مضاعف لأداء المعلمين بما يواكب مستجدات الحقل التربوي ويتماشى مع احتياجات المملكة التنموية في شتى المجالات. طبعا أنا استفدت خلال تجربتي في كلية البحرين للمعلمين وزودتنا الكلية في العديد من المهارات، أبرزها المشاركة المجتمعية، وفي ضوء هذه المشاركة قمنا بإعداد مشروع يتحدث عن تحدي صفر نفايات، وهو تحدي بين المدارس لتخفيض النفايات المتراكمة في هذه المدارس. وقد حرصت الكلية على أن يكون الطالب المنتسب إليها متخرجا من الثانوية العامة بمعدل مرتفع، وتتوافر لديه الكفايات الأساسية التي تضمن له الاستعداد للدراسة أكاديميا وتربويا، وأن يمتلك المقومات الشخصية التي تؤهله لممارسة المهنة.
كلية البحرين للمعلمين هي الكلية اللي خصبت هذا الحقل التعليمي بكافة الموارد والمعلومات اللي خلتنا احنا اليوم معلمين متميزين. فأنا كخريجة من الدفعة الثانية لهذه الكلية أقدر أقول أن هذه الكلية حفزت المعلم على أنه ينتج ويبدع ويحول المواد العلمية إلى شيء ممتع ومحفز بالنسبة للطلبة. كما تتولى الكلية عملية تدريب المعلم في أثناء فترة عملهم، إضافة إلى إعداد وتأهيل القيادات التربوية مع ربط ذلك بمفهوم التنمية المهنية المستدامة، ليكون التدريب مبنيا على الاحتياجات المهنية المتجددة. هذا المشروع لم يكن إلا نتاجا لكلية البحرين للمعلمين. طبعا كلية البحرين للمعلمين وفرت لي الدعم الكافي لأن أخرج هذا المشروع، فهي اللي رشحت اسمي أني أنا أشارك في مسابقة الخطابة البيئية في الإمارات العربية المتحدة. وخلال 10 سنوات من العطاء والتميز، حققت كلية البحرين للمعلمين نجاحات وإنجازات تستحق الإشادة والتقدير، حيث نجحت في تخريج 916 طالبا وطالبة ضمن برنامج البكالوريوس في التربية، و522 معلما ومعلمة ضمن برنامج الدبلوم العالي في التربية، و639 مديرا ومديرا مساعدا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية، إضافة إلى تمهينها 13,828 معلما ومعلمة ضمن برنامج التنمية المهنية المستمرة، وتميزها في دورات المراجعة الخارجية المؤسسية والبرامجية التي أجراها كل من المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة والمجلس الثقافي البريطاني وهيئة جودة التعليم والتدريب، فضلا عن توظيف جميع خريجيها في مدارس وزارة التربية والتعليم والإشادة بقدراتهم المتميزة وكفاءتهم العالية.